تفتكر لو حلمنا في تحقيق حياة كريمة في كل كرة مصر اتحقق ممكن تبقى عاملة ازاي؟ اهلا وسهلا شرفتوا اتفضلوا ده انتوا انستوا مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الاحباب ملايين من ما تيجي تلاقي براح على اي جنب تنام مرتاح ولو حنت ساعة المروح تلقى الحبايب مجتمعين يا ما تغيبش تاني عن البلد واحنا باصحاب الدار ما يهمنا ليل ولا نهار يمين في زرع شمال جرار والمية تجري فيها على طول خلصنا لف فدق الباب ومعزومين على كتب الكتاب محل الفرح للأحباب والوقت جنب عروستي طول زغرت تجيب آخر البال عشان خلق منصور خلف والعمدة صمم واستحلف قال حط زينة على البرين ما الصحة لما بتبقى حديد يوم بعد يوم الرزق يزيد وما تبقى ثانية من المواعيد والعمر زاد في رصيد سنين والفرحة تفضل في البلد على اليمين بعد الدور المدرسة بتزيد أدوار ويزيد مع عدد الشطار غنوا النشيد رفعوا العالم وأما العيال تطلب بلالين أو أي حاجة من الدكاكين بخمسة ولا نكت خمسين يا دوب بينزل السبب تبقى البلد غير البلد نرمي توكلنا عليك يا كريم ونصحى يا فتح يا عليم عالرزق نجري ونمشي سليم والحالة متفل وعجب الصحة تبقى تملي تمام والمدرسة مش أي كلام والبيت كمان يا سلام يا سلام والرزق يجي من غير سبب يا حياة كريمة في البلد علشان نحقق حلم حياة كريمة في كل قرى مصر لازم نساعد بعض حياة كريمة ساعدت وطورت كرة كتير بمساعدتك وتبرعك هنساعد كرة أكتر حياة كريمة من إنسان لإنسان